السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أستكمل مع حضراتكم إن شاء الله سلسلة Immunology Made Easy، ونكمل كلامنا في المحاضرة الأولى من الكتاب An Overview. وعرفنا كده بشكل مختصر الفرق بين الكلاس 1 MHC والكلاس 2 MHC، وبالنسبة لشكلهم ده كده شكل الكلاس 1 MHC، هنا الخلية من جوه وده سطح الخلية وهنا بره الخلية. هو بيتكون من سلسلة كبيرة وتانية، واحدة تانية صغيرة. إنما الكلاس 2 MHC فبيتكون من سلسلتين طوال، وهنا المؤلف جايب شكل بيوضح بيه الموضوع ده، فكرة الـ MHC وإزاي إن الـ T-cell receptor بيشوفهم. ده كده أكنه شكل الـ MHC، وهنا أكنه بيتحط البروتين اللي احنا قلنا عليه. فلو شفنا هنا هنلاقي هنا أكنه الكلاس 1 MHC، ولما يبقى فيه البروتين، وطبعا البروتين ده مش أكتر من 9 أحماض أمينية. إنما في حالة الكلاس 2 MHC ممكن البروتين يبقى أكبر شوية ويطلع من هنا ومن هنا، وده ينفع بس مع الكلاس 2 MHC لأن الطرفين بيكونوا مفتوحين بعكس الكلاس 1. والبروتين اللي هو بيبقى في الكلاس 2 MHC ممكن يوصل لعشرين حمض أميني، ما احنا قلنا في الكلاس 1 MHC بيبقى لحد كام؟ 9 أحماض أمينية. ده كده من ضمن الاختلافات اللي بينهم ما بين الكلاس 1 MHC والكلاس 2 MHC. طيب، نقف عند النقطة دي النهاردة، ودي تكون نهاية مقطعنا النهاردة. إلى أن نلتقي قريبا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.